ثريا اطول من الحصان. حيقربي على العيون ما تخلي يشوفون. يا حبيبي وعلى عيون قاموا يحجون ويانا. I'm done. No, hi guys, شلون كم؟ Let's do something more fun. أو تدري شنو يا؟ Hi guys, شلون كم؟ Yes. دا أصور. شلون نبديها؟ ما أدري. No, hi guys, شلون كم؟ Let's do something more fun. شو نقولهم؟ أو تدري شنو؟ Yeah. Hey guys. Hi guys. Hi my best friend Mimi. I love her so much. احنا هسه بسان دييغو. راح ناكل تقريبا برانش. Yes. وراها نسوي اشياء. Yes. Stay tuned. نروح للمكان اللي راح ناكل فيه breakfast, brunch, whatever you call it. نريد هذا المكان. بس اتصور راح نروح لهذا المكان. Yes. شو اسمه؟ Queenstown. Yes. Queenstown Public House. Yay! That's how girls are. تريدين مكان بعدين you end up somewhere else. مو؟ ليش؟ لأن أحلى للتصوير. بالضبط. باب. Oh, it's so cute. كلش كيوت. بتعرفهم شجرة ليمون. خلصنا أكل. Yes. كلش كان طيب. Amazing. Actually no, it wasn't that good. No. صراحة. ما أدري. Well, mine was good. لأن كان كليته تقريبا fried. كان الأكل فرايد بس اضطريت آكل لأن ميتة من الجوع. أيوة أنا كلش مو هيلثي so that was perfect for me. It's okay, it's okay. هسه راح نروح نحرق كل الطاقات. أي وين؟ ما أقولكم. هسه بنتمشى بمنطقة اسمها Little Italy. طبعا هذا المكان اجيت بيه تقريبا قبل 3 سنين، لا سنتين، وأخذت هنا صورة عنديها على الانستغرام. Sorry. Hey. Yeah. Yeah. نروح نشتري كوفي. Starbucks, you guys. عادي أي مكان، مو إلا Starbucks. اجينا ناخذ كوفي. I think these are gelatos. إيه gelato. Espresso bean. أو لا الصراحة شو مو شيء لا بس شكل كرا حس والله ما أعرف شيء لا هذا حلو إيه كيرت كيك. وصلنا للمكان اللي راح نأجر من عنده حصونة ونركبهم. طبعاً أنا راح تكون أول مرة بحياتي أركب حصان. أرى إنه شلون راح يصير الوضع. حتى لا يا أما أنا أركبه يا أما هو يركبني بعد شوية. No, it's gonna be fun. It's so much fun. I hope so. Yeah. But we're not sure. Should we do on the beach or regular trails? أنا ما أدري أخاف من البيتش حاليا. خلينا نجرب العادي. سوي regular trails. سوي العادي. لازم تحكي العربي. Okay. مين ما أخذ إنسان على الإنجليزي؟ لا 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 لا. عادي عربي أنا كل زين بالعربي. بدنا نمشي. يمكن إحنا ضايعين. سو إيش حبيت تشوفيهم؟ احنا دا نمشي هسه المكان كل شيء ما بي طبعا بس قالوا لنا روح من هنا واجره فهسه احنا دا نمشي من هنا افتهمونا اتصور احنا هم افتهمناهم هوبفلي هي انا وين الريحه من شي بالريحه حسوني فور ريل والله جديات على الريحه دا نمشي هذا هو المكان ياي ياي هابي ترايلز ايه سنختار أحصنة ونسميهم لازم. guys أنا كلش خايفة والله إذا أوقع يعني ما أعرف شو يصير لأن هسه مكتوب إنه
تركبوهم بس يعني هم مسؤولين على أي شيء يصير. فما أعرف أنا أول مرة راح أركب. هاي شنو؟ لا مستحيل بعلي ماما. لا أوه so cute. ما أدري شنو اسمها بالعربي. أصور نعامة. ما صعدنا إياها بالدولة العربية هاي. لا هاي ما موجودة بس بأمريكا. أيوة. وهذول معزات صح؟ أي هذول معزات. أوه so cute. شنو وكلهم هذولي؟ هكلش كبيرة ترى. دري باي. Try to touch it. أنا أخاف ألزم. هاي بيبي. هاي. شلون ما راح يأذني؟ إي أنا هم أخاف ما أعرف شو يسوي. شبيك عيني شبيك. شايف نفسك. هذول المعزات حبابين. لي أنا صغار. أوي. هذول ما أخاف منهم. أوي بس أنت هذول قوي شعرهم. خين جين. شو كنت آخر مرة يوتك يا شاور؟ والله أوي. ضاع البيت. وين؟ أوي حبي. هاوس. البيت. هي أنا. أوي ضاع الحصان الصغيروني. هذا سمين. أوي. أنت شنو أنت؟ أنت شنو؟ أنت شنو؟ أنت شنو؟ هذولا I think brother and sister. خلينا نأخذ هذولا. أوي حبيبي واحد أنت شعار. أمبري. هسه ثريا تعوف ال horse back riding وتلتي تسوي له ميك أوفر. أنت شعرك شوية يراد له تعديل. يلا تشوتشو. ثريا أطول من الحصان. واو professional rider. شنو اسم الهورسي مالتك؟ ريد. اسمها ريد. يلا يلا ثريا try. هذا غير عني. يلا ثريا. برافو ريد. ما ادري شو يريد ياكل. يريد ياكل جوعة. ريد امشي. ما موكلي. ما موكلي. هاي شو سوية؟ هذا موديل مثلك ما ياكل. مينا جاي هيج. يبون لحظاتكم يركض. مينا. هاي. One more horse. Okay. Okay. شنو حتطلع ويانا؟ اي راح تطلع ويانا. ياخذ راحتي. مينا تريد تركض بالحصان واني اول مره وش اسمها المدربه او مالتهم الكير جيفر اي دونت نو راح تطلع ويانا فمينا ما تريدها تطلع حتى تركض. المدربه وراح تاخذنا وياها. اوكي جاتشا. اوكي تقولي مالتي كلش كلش ناعم بالتعامل لازم اضربه كلش قوي يلا ويعرف انه انا دا اخاف فلذاك دا يمشي على كيفه. ما اعرف شلون راح اصور والله ما اعرف لازم هيك يتمشى يلا اقدر اصور. أحب أنتهز هاي الفرصة إن ثريا انطتني تليفونها على مود أسلم على أهلي بالعراق وقرايبي بالسليمانية. وأحب أقولكم أمريكا كلش حلوة ولازم تجون لأمريكا. لا guys that's شاقة بس قبل شوي قام يركض الحصان ونلاصت. Let me show you. ما أعرف إذا شوفتكم الفيو. بقى الفيو شقد حلو. أنا وثريا صديقات منذ الطفولة منذ أنامل أصابعنا. إجباري شنو ليش؟ قايز زعلت راح أروح. طبعاً تحبني تموت علي لا يغركم. واو I should start blogging or is this vlogging؟ ما أعرف شنو الفرق. So far I'm doing كلش زين ماكو أي شيء والهمينة ما أدري وين راحت. مينا بعدها هناك اللي ورا
عادي بس نمشي بالحصونة، يعني ممنوع الركض هنا بسان دييغو، ماكو ولا مكان يسمح للحصونة انه تركض، كليتها بس هيجي تمشي وتركبوهم. فلذلك انا يعني دا اقدر اركبها. اتصور لو كان ركض مكان دبارتها. هي حبيبي مينا، هسه على غروب الشمس تريد قهوة؟ انت خلي مالتك يوقف اكل فيها قهوة هسه ولا نجيلة. ايوة على الحصان. احنا هاي التريب تقريبا ساعة كاملة، هسه تقريبا صار لنا 3/4 ساعة هيجي شي. ما تعبت؟ نو حلوة، لأنكو شو مدى نسوي بس قاعدين، وهو خطي يا حبيبي مالتي ريد هو يمشي. الجو بلش يبرد شوية ويا غروب الشمس، بس it's perfect. ما أدري أني كلش متوانسة guys، والله أنصح كل واحد ما مجربها يجربها. عفية ريد عفية وزر، شاطرين مربيين. حلو والله، كل الشاطرين. اي والله شاطرين حبايبي. guys لازم تجون تسوون هون. والله لازم لازم فتشي، يعني بصراحة أول مرة أجرب هاي الإكسبرينس وكلش حبيتها، وأم بري شور إنه ما راح تكون أول مرة، لازم أروح أكثر هيجي أشياء حلوة. ما أدري يعني أول مرة أجربها وكل شوية حبيتها. ثانك يو ميمي على الأيديا. هلا أكتماني. هي هي طلعنا على الشمس هسه. هسه صار اللايتنج بيرفكت. تعرفين ايش دا اسوي ثريا؟ لا ايش دا اسوي؟ دا اقطع له من النباتات من نوصل راح اطعمه لانه شاطر. اسفه عيني اسفه، لا تنترب وجهي لا تنترب وجهي. ما ادري اذا عندنا بهيوستن هيك شيء، هسه اني بسان دييغو. اوه يا حبيبي يعيط. اي ما اعرف اذا عندنا بهيوستن، وخاصة إذا أكتشف إنه عندنا بهيوستن والله يمكن أروح، أريد كلش حلو وانسى. أكيد اكو بهيوستن. مو بس أنا ما مدورة بهيوستن بصراحة، لازم أدور وأشوف. إحنا هذا المكان هم دورنا ولقيناه. أوي كلش حلوين جايز. يعني ما أدري ليش أنا مفوتة كل هاي الفترة وما جاية على هورس رايدنج، كلش كيوت. طبعا أنا حشاته هذا هنا حتى ما يضيع. حتى المكان اللي دا نمشي بيه كلش حلو. قد يحب بطنك. خلصنا الهورس رايد مالت. It was an amazing, beautiful experience. صدق. كان كلش حلو. صدق يعني I would definitely repeat this. بس ما أعرف إذا هنا أو بهيوستن. But probably both places. أوه حياتي. وأنا حجي طوع هنا أسفل خام. يعني هذا كلش جايف. كان أبيض. أوه حبيبي. حبيبي. باع عيونه. إي إي العيون. مدى يباوع هنا. وزرد. جايز لا تنسون تسوون سبسكرايب وكومنت، واللي راكب حصونة قبل هم يقول لي شنو الاكسبيرينس مالته. يلا جايز باي. مين ذا توكل مالتها؟ ما ادري وكلي. اوه يا جوعان. سو التريك انه لازم تفتحون ايدكم هيك على مود لا اكل الاصابع. صدق؟ ايه قربي على العيون مالته خلي يشوفون. يا حبيبي باي العيون. They're so pretty. Oh my god. Yes. افتحي ايدك. Hello, they love carrots. Oh, you're on my range. Oh, sorry. There you go. Okay. Oh, يا حبيبي. So cute. طهيه مرة ثانية. ايوه هو مشاعر.